السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي بالله ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تعالوا بقى النهاردة نطلع مع بعضنا كده ايه البط المولر. طبعا بنبدأ فيديوهاتنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. واللي بيشوف قناتي الأول مرة يا حبايب قلبي اشترك لي فيها وادعمها بلايك. وتعالوا بقى ايه نشوف البط، نطلع البط المولر لوحده كده عشان نشوف البط المولر بتاعنا وسط الطيور زي ما هو بنطلعه لوحده، ولا هو حجمه هيبان اكتر لما نخرجه لوحده. طبعا احنا هنطلع كل حاجة بعد كده، نحاول نطلعها عشان نوريها لكم ايه، عشان انتوا بتاخدوش بالكم من البلدي لوحده ولا المولر لوحده ولا المسكوفي لوحده. فاحنا ايه طبعا البلدي اللي هو الخليط المسكوفي برضه، فهنحاول ايه نطلع يعني كل نوع عشان نهتم باكله كده ونظبطه. ايه التسمين؟ هنزود له حاجه التسمين، وان شاء الله الايام اللي جايه هنعمل مع بعضنا كذا خلطه كده للبط، ايه تزود الوزن بتاعه وتخليه يسمن. طبعا الحلوين دول انا اكلتهم ودخلتهم الاوضه خلاص، والعصايه دي طبعا ايه اللي بهش بيها الطيور، دي تنفعني جدا، وده اعزكم الله ده بخش بيه عند الطيور، ما بحبش اخش بالشبشب اللي انا بطلع بيه من تحت، معلش حاجات كده فيا انا بقى. طبعا لازم العصايه تبقى في ايدي عشان بصوا بصوا بقى بصوا بصوا الجنين اهو. طبعا كله عايز يخرج مع بعض، بس هخرجهم بقى الاول، هخرج المولر لوحده وبعدين ايه ارجع لكم. طبعا خرجتهم اهو، هم متعودين ان هم يخرجوا مع البط. اللهم صل على النبي. بصوا حاجه كده من الاخر، تعالوا بقى ايه نحط لهم الوجبه اللي هياكلوها مع بعضنا كده. طبعا مش عايزه اقول لكم الراد ده ما شاء الله. طبعا انا مزوده العلف النهارده ليه بقى؟ عشان ما عنديش دي شيشه. بصوا اكتر حاجه بيهجموا عليها ايه اللهم صل على النبي العلف. البط مش عبيط، عارف الحاجه الحلوه. طبعا طبعا هنمش بس الراد ده. بصوا يعني استنوا بقى هقلبوه، عايزين ياكلوا العلف الاول وما ما يتبقاش حاجه اقلبها على الرده بقى. طبعا الرده لازم اقلبها بميه، لازم بتشرق البط يا جماعه، خلي بالكم خلي بالكم من الموضوع ده. اللهم صل على النبي. ده يا حبايب قلبي اللي ما يعرفوش، ده البط المولري ابو عين حمراء. البط المولري ابو عين حمراء. طبعا انا عندي ما شاء الله هم خمسه، وفيهم واحده ايه اللي هي تلاقوها ايه يعني كتكوته صغننه كده، والباقيين اللهم صل على النبي اللهم بارك. إيه البط ده يا حبايب قلبي من خمسه، من خمسه 12، انا جايباه خمسه 12، يعني دلوقتي زي كام كده؟ معرفش يبقى 50 يوم، 45 يوم، من 5/12 لخمسة واحد شهر شهر، ودلوقتي 20 يبقى النهارده له 45 يوم، 45 يوم. طبعا اللي جوه هيتجننوا ويخرجوا زي دول ما خرجوا، بس اكل دول الاول وبعدين احط لهم كلهم بقى ياكلوا مع بعض تاني، عشان اللي جوه ما بياكلوش حرام. انا اتحبيت اطلع دول بس لوحدهم الاول. بصوا يا جماعه عارفين لو صيف انا هحط طشت ميه كده للبط ده ينزل، انا بحب البط يبقى شكله نضيف وحلو كده، بس انتوا عارفين بقى الجو اللي احنا فيه دلوقتي ما ينفعش احط ميه والبط ده بالذات يبرد مني، لكن البط الكبير عادي ممكن احط له ميه ويبلبط وكل حاجه. اللهم صل على النبي اللهم بارك، حاجه يعني تفرح والله. يعني يا جماعه 45 يوم ما شاء الله، اللهم صل على النبي، حاجه جميله جدا. عشان كده كنت كل فيديو اقول يا جماعه اللي عايز يلحق يجيب مولر هيطلع المولر معاه وهيكبر بسرعه. المولر حلو كبار جميل جدا، بس في ناس ما بتحبش لحمته، هي لحمته معقوله مش وحشه، بس بالنسبه لبط تاني بينجز معاك وبيكبر بسرعه. طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو هنطلع كل نوع لوحده اللي احنا عايزين نعمل له خلطه التسمين ان هو ايه تزوده شويه في الوزن. طبعا هنهتم بالبط المولر وهنهتم بالبط المسكوفي، والبط اللي هو الخليط البلدي ده مش مشكله دلوقتي، ده يكبر براحته عشان ده هناخد منه ايه يعني جزء ايه نربيه عندنا، كان ذكر او نتايه مثلا هننقي افضل حاجه فيهم وهنربيها.
فاحنا هنهتم بس بحاجه التسمين دلوقتي عشان الايام اللي المواسم اللي داخله علينا دي. كل سنه وانتم طيبين يا رب على امه محمد كلها، يكون رمضان خير يا رب علينا كده وعلى امه محمد كلها يا رب. فطبعا هنهتم بحاجه التسمين كلها. طبعا كل سنه وانتم طيبين، رجب اوله يوم الاثنين ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين يا رب كلكم. فزي ما بقول لكم شد حيلكم بقى مع حاجه التسمين اللي انتوا عايزين تكبروها عشان تلحقوا قبل رمضان ب10 ايام كده تذبحي حاجتك وتشيليها نظيفه في الفريزر، عشان في رمضان نتفرغ بقى لايه؟ للصلاه والعباده وحفظ القران والصيام. طبعا الصيام بيبقى مهمدنا كلنا، بس والله بيبقى شهر كريم وشهر كله خير وبركات وعباده. اللهم صل على النبي. يعني بصوا يا حبايبي لما يكون البطايه كده ما شاء الله 45 يوم مش وحشه، حلوه جدا. يعني انتوا لو جبتوا دلوقتي لسه فاضل كده شهرين على رمضان، لسه فاضل رجب وشعبان ففاضل شهرين، فهتلحقوا بامر الله هتلحقوا، سواء مسكوفي او مولر. بس هو المسكوفي بيغيب شويه بصراحه ربنا، ممكن تذبحي منه بس هيبقى ايه وزنه صغير مش هيبقى تقيل، لكن المولر هيجي معاكي وتقريبا البيور. بس انا ما ربيتش البيور بصراحه ربنا، انا بقول لكم على الحاجه اللي انا ربيتها، انا ربيت المسكوفي والمولر بس قبل كده، دي تاني مره اجيبه. والبلد الخليط اللي عندي ده اول مره برضو ربيه، فيبقى انا صريحه معاكم في كل حاجه، يعني كل حاجه بقول لكم عليها ايه بما يرضي الله. طبعا عايزه اقول لكم الرده دي يا جماعه تحفه تحفه للطيور، جميله جدا. بس هي عيبها بس ان هي بتعطش الطيور جامد، يعني انت لما تاكليهم كده لازم تشربيهم كويس قبل ما تبيتيهم، ليه؟ احنا ما بنحطش ميه قدامهم بالليل، كنا بنحط الاول كانوا بيبهدلوا الدنيا، فدلوقتي ما بنحطش، فلازم نشربهم كويس لما يكونوا واكلين وجبه زي دي، بالذات العلف والرده مع بعض بيبقوا بيعطشوا جدا. وبعدين الفول اللي احنا حاطينه لهم اللي هو الحت ناشف مش مبلول، يعني لما بتبليه ويشرب الميه كده ويطرب يبقى حلو على الطيور سهل الهضم، لكن دلوقتي الحبايه ناشفه فمش سهله الهضم ايه عند الطيور، فكل الحاجات اللي احنا حاطينها بتعطش وكده. اللهم صل على النبي، ادعوا لنا بالبركه يا حبايب قلبي، ما تنسوش تدعمونا بلايك كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا يا جماعه والله هتهتمي هتلاقي كل ده بيرجع لبركه ربنا سبحانه وتعالى والاهتمام. والله يعني انا لما بكون جايبه حبه طيور والله عايزه اقول لكم يا جماعه يمكن الواحد ما بينامش، انا بصحى من بدري يعني اول حاجه بفتح عيني عليها طبعا صلي فرض ربنا الاول، وبعدين باول حاجه بفكر فيها الطيور، اقول اطلع لطيوري اول حاجه، فببقى قلقانه جدا بقى عايزه حاجتي اهتم بيها ما تعياش عندي. يعني انا اللي عندي فرختين ساسو كشين كده زعلانه عليهم جدا، والله زعلانه عليهم جدا. وطبعا بعت جبت لهم علاج وكده برضه عشان الحقهم، انا طبعا بعالج بالخلطات والحاجات الطبيعيه، واديت الفرخايه برضه اسبرينها كده عشان تفوق وفاقت وبقت كويسه، بس برضه لقيت اتنين تاني كشين معرفش بقى بردوا او ممكن يكون عشان الشباك انا بفتحه كده مثلا جاب لهم نسبه هواء فبردوا، فمش عارفه. فشكلي كده هنهي الدوره وايه وهبيع اللي ابيعه منها، الحق ابيع شويه كويسين وهاخد كام واحده كده للبيت ان شاء الله، وهوريكم ان شاء الله الحاجه لما اذبح منها بامر الله هوريها لكم بامر الله. اللهم صل على النبي اللهم بارك. يعني مش عايزه اقول لكم مش اي حد يربي، فيه ناس بسم الله ما شاء الله شطار جدا في التربيه، بس والله كواحده مبتدئه زي يا ربي مش شكر في نفسي او غرور والله ابدا، الحمد لله. بس انا عشان انا والله فعلا انا بتعب فربنا بيديني تعبي الحمد لله، ربنا ما بيضيعش لحد تعبه ابدا. فيعني شدوا حيلكم على حاجاتكم واهتموا بيها في نظافه وفي اكل وفي تدفئه وفي تهويئه، هتلاقوا بسم الله ما شاء الله الطيور عندكم يوم بيومين. اللهم صل على النبي. واهم حاجه حبايب قلبي ما تنسوناش في اللايك بالله عليكم، واهم حاجه قبل كل شيء صلاه النبي حبايب قلبي. طبعا هقوم اكمل بقى على الخلطه دي، احط شويه رده تاني وشويه اكل تاني كده فول على شويه علف، ولو في مثلا شويه دشيشه، بس للاسف الدشيشه خلصت، فهحط لهم بقى الموجود عندي النهارده لحد ما اجيب لهم دشيشه. وعايزه اجيب كزبة عشان الكزبة خلص عندي برضو، يعني الكزبة ما عنديش منه فعايزه اجيب. بس انزل السوق عشان بصراحه في السوق الاسعار مهوده عن هنا كتير عن المكان اللي انا قاعده فيه، بتبقى الاسعار معقوله شويه.